هذا واتفقت وزارة التعاون الدولي مع ممثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعاً جديداً بقيمة 132 مليون و800 ألف يورو، ما يعادل 2.5 مليار جنيه من خلال مساهمة مالية ومنح للعام المقبل. وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق على تمويلها في مجالات التعليم الفني والمهني وتشجيع التوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر والمخلفات الصلبة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة.